هلو حبايبنا الكرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام يا احلى ناس. رجعنا لكم اليوم مقطع جديد يا اساطير مقطع اليوم. شباب ما انتم شايفين اليوم عندنا عجله الساموراي شباب، اوكي؟ ليك حبايبنا صلى الله عليه، والله يسعد لي اياكم يا اساطير. قبل ما نبلش مقطع حبايبنا لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات وكل هالاشياء الاسطوريه اللوز اللوز. اوكي حبايبنا، مثل ما انتم شايفين معنا هالعجله تمام. عندنا كثير من الجوائز مثل ما انتم شايفين، العجلات شباب عندنا هذا الحزمه هي، اوكي؟ بس ولكن شباب انا الهدف الشيء اللي بيهمني كثير بهذا الامر اللي هي محاربه هي الرقصه، هي الرقصه عن جد باللوز معلم. طبعا بالنسبه ل 10000 جوائز شباب هي يعني تعرفوا حظي بيض، يعني ما راح احصل عليها ابدا، اوكي؟ سو خلينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبلش شباب ونشوف حظنا. هلا ارسل لي ترى بنحصل على هالعجله شباب ولا اوكي؟ انت رجعتوني، اوكي؟ هات لشوف، اوكي لا ما يمشي، اوكي طب خلينا نجرب شباب 10 لفات هيك نجرب شو راح يصير معنا، تمام؟ او ماي جاد، لا بيلد معلم، يا خرب والله قربت نجيب السكي شباب، ويلي او ماي جاد يا الله ويل لا الثلج يا زلمه اخذناه من شوي يا اخي، شو بدنا بالثلج يا اخي؟ اعطونا شيء ثاني يا زلمه جوا هيك. ايوه ايه البيض ده؟ شو هذا شباب؟ الله يسعدكم شباب، اللي حصل على 10000 جوال شباب يكتبوا بالتعليقات حبايبنا. لا يا اخي ما اعطوني ثلجتين شباب، اعطوني ثلجتين يا الله، ثلجتين شباب يا اخي ما بين حظ البيض. طولوا بالكم شباب، ليش عندي حاسس وجهي كثير منور شباب؟ بعرف وجهي منور بس ولكن راح اسكر الباب وارجع لكم سوا شوي. بنفس الوقت شباب خلينا نعمل 10000 بروح ارجع اشوف الوضع. قولي ما شفت شي شباب، ما شفت شي. هات رجعت لكم اول جديد. ايوه هات لنشوف. ويلي ويلي اي ثلج مره ثانيه يا اخي، راح اعمل تخطي شباب. انا بعرف حظي بيض شباب، هذا العجلات هيك لا اي هذا بيروح لحاله، معنى عملت تخطي عم بيملش لحاله. هذا شو وضعه هذا شباب؟ شو وضعه هذا معلم؟ هذا عم بيروح لحاله بيمشي لحاله، شو وضعه؟ وقف علقت معلم شكله. او ماي جاد. طيب خلينا نعمل لفه خاصه. شو يا سلام عليك شباب، حصلنا على الحزمه شباب باللوز. كفو هي حصلنا على الحزمه شباب، يعني كم كلف يعني الحزمه حصلت عليها شباب؟ يا اخي هالفتره شباب حظي باللوز اقسم بالله. يعني شو شباب 5% شباب، يعني ما وصلت لل 20 لفه شباب، ما وصلت لل 20 لفه شباب وجبت الحزمه. بس ولكن شباب بعرف الحزمه حلوه واللوز ماشي حال، بس ولكن احنا شباب بدنا ال 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 الثلج، لا مو الثلج قصدي الرقصه. اوكي الرقصه شباب، بدنا الرقصه بليز. اوكي خلينا نعمل 10 لفات لنشوف حبايبنا، نعمل تخطي. هات لنشوف طلعنا الرقصه ما طلعتنا الرقصه، بدنا الرقصه شباب يا اخي. قول لي طبعا لفات الغاصه شباب، يعني بدنا لازم تطلع فيها كمان الحزمه مره ثانيه. طلعت لي وربي مرتين، طلعت لي الحزمه شباب مرتين يا الله، طلعت لي الحزمه مرتين شباب، شيء مو طبيعي. هات ناخذ البطاقات الحاضنه هذول نلف هون معلم. ويل يا اخي شو بدنا هذا الكلب الشيواوا معلم؟ ما بدنا الشيواوا معلم يا اخي، ما بدنا الشيواوا معلم، هذا الذئب ولا شو وضع هذا الكلب ولا الله اعلم شو. بدنا الثلج، الثلج يا اخي شو عم بيسمع شباب؟ شكله ما يمسح الزطوين، ما يمسح على الشباب. اوكي نجي لهون. يا الله يا الله يا الله يا الله شباب يا اخي، لانه بدي الرقصه تمام، بدي هالرقصه شباب. هالرقصه شو اسمها الرقصه؟ شوف محارب ممسوس المهم علي، بدي هالرقصه شباب وبس. يا الله يا الله يا الله يا زلمه شباب، شيء مو طبيعي اقسم بالله. كمان مره الحزمة اعطوني يا اخي، شو وضع ما بده يعطوني الرقصه ولا شلون يا اخي؟ بدي الرقصه شباب كم. اوه اخيرا حلو، نايس فيري نايس فيري 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 نايس. طب طولوا بالك بدي اشوف، بدنا نشوف كم مره اعطوني هي الرقصه شباب. طولوا بالكم، قولي 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 قولي. نجي لهون نجي لهون، اوكي وين هي الكاركتر؟ راح افرجيكم كمان راح اعطوني الحزمه، كمان اعطوني الحزمه شباب. هذا ندخل على الايموت. طول بالك، اول شيء خلينا نحط الرقصه، نركب الرقصه شباب. هي يا السلام عليك. طول بالك خلينا نحط هي هيك تمام. اوكي مان نجي لهون نجي لهون. اوه نار وشرار معلم، يا السلام عليك. اوكي شباب خلينا نروح نشوف الحزمه شباب، نجرب الحزمه لانه حاعطوني كثير من الحزمات والله، مش صاروا اكثر من الحزمه. خلينا نشوف كم وحده اعطوني معلم هلا، رح تطلع هون ولا لا؟ اوكي ول ترى انا حصلت على اكثر من وحده شباب، ليش هيك؟ يا الله يا الله. هيك شباب مثل ما انتم شايفين الحزمه هي الجديده، خلينا نفتحها ونفرجيكم اياها، نجربها باللعب كمان نشوف وضع بالتدريب. اوكي بس وقت نشوف شكل الرقصه تحت باللعب يعني حبيبي والله. ليتس جو. اوكي
هات لنا نشوف الاحمر اللوني شباب. الاحمر اللوني والله الشباب تقييمكم تقييمي هذا السكين شباب هو يعني 5/10 متوسط اوكي، بس ولكن الشيء اللي حلو فيه يمكن البنطال شباب ماشي بشي يعني البنطال طالع هيك معلم. اوه البنطال فيه افكت طبعا معلم مع القبضه صاير لون احمر شيء باللون اوكي. بالنسبه للشعرات يذكرني يا اخي بشيء انمي ما اعرف شو بذكر معلم هذا هذا شو اللي يذكرني معلم بذكر بس ما بتذكر شو هو. anyway شباب عنا القناع هذا عنا الجاكيت دراجون معلم شغله دراجون مع دراجون شغل تنينين وما تنين معلم هل لو بذكرني بشغله كمان هذا شوف الرقصه شلون شكلها باللعب هون. يا سلام عليك يا سلام عليك سطوري شباب انا شايف صح الرقصه تبعت الفمس حلوه بس ولكن شباب لو 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 دامجين هاي مع هاي سطوري تطلع رقصه اسطوريه. اوكي خلينا نشوف شو وضعه بالله معلم اذا هو خفيف ولا لا. نجي لهون ناخذ شو ناخذ يو ام بي معلم خلينا ناخذ يو ام بي شباب خلينا ناخذ يو ام بي ناخذ يو ام بي اساطير تمانو. طبعا اعزائي الكرام مثل ما بتعرفوا صار عندنا هالفتره الاخيره في شويه لاج ولا شيء يعني مو طبيعي عم يصير حبايبنا بالنسبه اللي بتعرفوا يعني كان بتابعنا على البث المباشره الفتره اللي فاتت. اوكي حبايبنا مثل ما بتعرفوا شباب انا يعني الترتيب عندي بالجراند ماستر تعرفوا شباب بتلاقي كل مره اول ما نوصل قول لي معلم. اوكي شباب خلينا نحكي بهذا الموضوع بشكل سريع شباب لانه امبارح حكينا فيه على البث. حبايبنا الكرام الله يسعد لي اياكم شباب بدي اياكم تركزوا معي بهذا الفتره هذا القسم من المقطع هذا حبايبنا مثل ما تعرفوا شباب الجراند ماستر اوكي الجراند ماستر حبايبنا مثل ما تعرفوا انا اليوم انا وصلت 5000 اوكي انا الان 5000 بالسكور. اللي تابعنا على البث مباشر شباب راح يفهم فهم الموضوع اوكي. مثل ما بتعرفوا حبايبنا لما نجي لهون مثلا عندنا هون صديقنا مثلا خلينا نشوف صديقنا هون 5200 اوكي. مثل ما بتعرفوا الشباب السكور تاعي من امبارح ولا من ايام اللي فاتت يعني وصلت هيرو ويك بس ما وصلنا للجراند ماستر. لا حبايبنا اذا تعرفوا شيء بهذا الموضوع الشباب الله يسعد لي اياكم لانه الجراند ماستر شباب هو الان يمكن 4500 4700 اوكي اساطير التوب 2000 تمام. بس ولكن حظنا بيت شباب حكينا بالموضوع اذا عندكم اي فكره شباب بهذا الموضوع اكتبوا لنا تحت بالتعليقات حبايبنا يعني ما وصلنا للجراند ماستر اوكي اساطير. وبنفس الوقت حبايبنا في لما ندخل على الجيمات عندي بدخل على الجيمات لاحظت اخر فتره بدخل على الجيمات ال عم بيعطوني مثال هون يا شباب تمام. هون اخذت لعبه جيم اوكي جيم اعطوني زائد واحد هون يا شباب مثل ما انتم شايفين لعبه جيم يعني اخذت توب 2 اوكي معنا الدمج مرتب كل شيء مرتب اوكي. في كثير جيمات شباب عم بجيب البويع ما بحصل على الدمج المضبوط. لهيك حبايبنا الله يسعد لي اياكم اللي بيعرف هذا الموضوع عنده فكره او اللي اذا صارت معه يكتب لنا بالتعليقات شباب لان الموضوع كثير مهم يا اساطير. سو حبايبنا الكرام الله يسعد لي اياكم لا تنسوا تعليقاتكم حبايبنا تقييمكم للسكين تقييمكم للرقصه. اشوفكم على خير. السلام عليكم.